对。没有，我们最特别好看的是什么？可以。花开得好漂亮，全部都是绿的，它才会有。
以从容一点狂欢。看样子你读书读的少啊。这不是经典最经典的一句话，万里丛中一点红吗？你怎么会说？是啊，你怎么会说好突出呢？学生，因为他很突出。是这样子，但是学生读书多，应该会马上想出这，就是这句典故嘛，万里丛中一点红。我已经想you
旁边。Thank you.
把你给我扔掉。La la Jack هذا قعدوا لأنه كان قبل اللي جاهز مش جاهزين الآن جاهزين تمام تسمعني إذا الحين باقي حاجتك عادي بطلع حاجة جديد أنا ذك طلعت لك أنا ال هذا كثير حاجات وما قليلة فيها خلاطات فيها ال السيستم كامل فيها كل شيء الآن إيش باقي اسمعني العينة المخمل الآن جالس سوي العينات بالنسبة لهذه الآن الفكرة اللي تكلمت عنها حق الملوك شوف الزجاج 100% الزجاج ما يحتاجش معدن الزجاج ما يحتاج إنك تلبسه الزجاج يجيب له طلاء مع طلاء معدني زي المعدن طلاء فيه تجي من برا طلاء معدني تكون شوف قطعة الزجاج كأنها ذهب محفوظ ما بينكسر وكمان انت لما تعمل له طلع اصلا طلع طبقه طلع كهرباء مش طلع معدني ميتاليزيشن يسمونه مش رنج لا هذا طلع معدني كانك تطلي المعدن عرفت بيطلع حلو كثير عرفت قطعتك كانها مثل ذهب بعدين بالنسبه للقاعده والراس بروح لعنده اشوف كيف ايش ما العادي هذا في اسمعني الحين في نوعين من الطلاء انت عارف الحين ليش بعض الغطاء بعض الناس الغطاء حقه غالي زي الرجل هذا الغطاء حقه غالي في نوعين من الطلاء في طلاء عادي اللي يسمونه ميتاليزيشن وفي يسموه الثاني ايش يسمونه يعني يجي طلاء مائي عرفت تغطيس مائي يسمونه